احتفال ميركس دور بدورته ال 12 مستمر مباشرة على هوا الام تي في من على شاطئ بيبلوس الساحر، اضخم واجمل الاحتفالات اللبنانية والعربية من الاديسانز. ليلى اكيد مليانة بالفن، جمال وموسيقى مثل ما شفتوا. متابعين تسليم الجوائز مع نجاح جديد لفنانة برصيدة، نجاحات كثيرة وكبيرة وبالأخص لما تغني اللبناني. الوزير غابي ليون وعضو لجنة التحكيم الموسيقية الإعلامية ريمان جيم والسيد بشير سركيس رح يتولوا الإعلان عن اسم الفنانة اللبنانية اللي رح تستلم ميركس دور نجمة الغناء اللبنانية. مساء الخير. البعض يقول النجومية صناعة. أثبت التاريخ وأثبتت التجارب أن النجومية مش صناعة. النجومية هي بتخلق مع أي طفل صغير منشوفه منلاقيه قريب من قلبنا، عنده إحساس وطموح كبير، بيكبر بيشتغل عليه، بنومي موهبته اللي ما بتقدر أبدا تكون صناعة ليوصل مطرح ما لازم يوصل. النجمة اللي عم بحكي عنها اليوم بلشت مشوارها الفني صغيرة، كانت طفلة موهوبة وعم بتشع نجومية وما زالت. الليلة منستقبلها على مسرح الميوركس دور لتاخد وحدة من الجوائز اللي راح تضيفهم على رصيد فني مليء بالإنجازات ومليء بجمهور بحبها كتير بلبنان وأنحاء العالم العربي. الليلة كلهم سهرانين، كلهم ناطرين اطلالتها، الكل بيتشبه باطلالتها بجمال اللي بتلبسه واللي بتقوله، والاهم هي امراه صادقه ما عرفت ولا مره كذبت على حالها لا بالاغنيه ولا بالحياه. ما عرفش ليه البوم قدر عمل كتير هالسنه، تخطى المتوقع للمبيعات وعنده معجبين ومحبين بكل انحاء العالم. بما اني انا بتصويت صوت الغد كنت حاضره للجمهور اللي صوتوا، كمان كنت حاضره بلجنه الميوركس دور، بحب اقول انه هيدي الجائزه الوحيده اللي ما حدا قال لا عليها ولا تخنقنا كرمالها. الكل اجمع انه مساء الخير. نجمتنا الساحره والقريبه للقلوب اختارت النجاح حليف، وسنه عن سنه هالتحالف عم يعطي ثماره، والظاهر انه قابل دائما للتجديد. ونحن عندنا مفخره اليوم انه نكرم نجمتنا بهالتكريم الحلو. حكيتوا كثير بس بدي اقول عم تحكوا عن حدا كثير غالي على قلبي. نجمه النجاحات المستمره، نجمه لبنانيه دائمه على امتداد الدول العربيه، وسر بكل سر انها ببساطه نوال الزغبي. 1100 مبروك لنجمه غناء لبنان 2011 نوال. تتوجه على المسرح بهالاثناء، والوزير غابي ليون رح يسلمها الجائزه الذهبيه كافضل نجمه لبنانيه للعام بعد نجاح البوم ما عرفش ليه. انا تضحت نوال وتمشي كثير على مهلها، عم تلمع. Bonsoir. Thank you. أنا أكيد مبسوطة يعني وكتير كتير كتير بهالجائزة اللي هي ثمرة نجاحي، وأنا بدي أتشكر كل اللي ساهموا بنجاح مسيرتي الفنية من أولها لهاللحظة اللي أنا واقفة فيها. واسمحوا لي أقدم هالتروفي لروح ملهمتي والفنانة اللي خلتني حب الفن والغناء الراقي، الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية. شكرا.
حياتي يا روح قلبي يمكن ناس اسمي ومستشبه فيه.
كن هادي عقلبك وخليك شاطر.